أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، ثم الصلاة والسلام على مصطفاه وآله وأصحابه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال وبشي بركة سنين يا رمضان، واليوم الثالث أو الليلة الثالثة وهبينكي صدحات وأنكو جرنو مريه رمضان كإن العنو ونقصنو محاي نوبلنها تجديد الإيمان، إن الإيمانك بس بوليسينو هاي نوحي تحسين العقل، إن عقلك إيمانك كوينو أما هاجاجينو صوبينو تحسين وصاص هاي نوحي تطوير القدرات كرتيرا عن لين هاي إنان إيفوليشي خصبينو أون كرو قادنو تجديدكو ووح باليوبي أو العسبوريسيديو تحسينكو والله صوبيني أقون يا علمي يا إيمانكي تطويركو نوالو كبعيني هران وغهض اللي مرعان بسميني نسانة طهوري تببركة وحان دهاني لا تطوير بدون تحسين ولا تحسين بدون تجديد، وقواعد حياتية فطرية والرجل الله وحيرا نرش ويالا صورة قلمها إنو إيفوليشن دعو هدي أن وحلها جاجين أو رفور بلا سبيل إصلاح تحسين هدي لسبيل تحسين مدعي كرو هدي أن وحي باليوبي هندي بلو عسبوليسي. رمضان كان وحانو قوتها لقال لي لأن يرد مسلميته أو كحران مارت بيجاش كان إن عم برنو يؤضياش أي مجتمع النبا هذه الحقائق وحان كسو هذا اللي إن لن ولان دون نصدح إمام وأئمة الهدى إمام يدا إلهي وغطر قلي دادك إني هنونيان إلهي نوحي نوشي سنأركي دون في بعض المارت البرنامج وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إلى هيري وحنكرقني هو جميع الدينات علمي ينرلات نرلات مركي صبرين كدب آياتها يغنى أي رميسنايان سي يقين لذلك عنود وحيدهان بالصبر واليقيني تنار الإمامة في الدين سياد دينة إمام نمدي هذا وهشي وحالوها لالباء الرماد الإيمان والصبر الإيمان وحاجة الصبر واليقين أوكي وحالنا وحالنا ورانينا بشهر رمضان هذه القيم قيم كاس وحالنا ورانينا أئمة هدد أهي وعن سؤالني عبد القادر الكيلاني أم الجيلاني هي ابن تيمية عاوى وحركنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وما أدراك من هو ابن القيم هي أول كاسي ابن القيم روحه وياي رحمة الله عليه ابن القيم بيعيسوا شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي حويان وحكو نشري وحكو كري كوينادي كمارتي قهنجاري كبسلاضي بقالد الدمشق عبد القادر الجيلاني محاداني وبغداد دمشقنا وسوريا العراق حد أغاتا ها
حواضر الإسلام الكبرى مرك لقاعش كذي إسلام كوه ليه هاي مجالوي ووين أو البحر ماذا إسلام كو كبسلاتين حقوق مهم سن ودمشق سوريا الدول الأموية حضارة ديدي وحالبا كأبغداد وحاكو بسلاتي وكو أبوي حضارة الإسلامية في عصرها العباسي وحاكرو جرت القاهرة وأه ماشي فاطميت واي أساسين والحضارة الإسلامية الكبرى اي كان عليه حوين هذا روجي قارودي جي إسلامي رحمة الله عليه إذا كانت مكة هذه مكة هاي قبلة الأمة في صلاتها قبلة أمة أي صلاة أجهزته فإن القاهرة قبلتها في العلم قاهرة وقبلة أجهزتان بركة علم برايا مسلمين وحكرتها من حواضر الإسلام الكبرى مقالة إسطنبول الدول العثمانية وحكرتها من حواضر الإسلام الكبرى إن الإلاوين كمدة مقالة قيروان مغرب العربي وحكم إذا حضارة من حواضر الإسلام وحكم إذا معركتي روال بندهم في الهند يعني إسلام كان وعالمي وحكم إذا مالي فمعركتي أورودسي الحضارة الإسلامية جاد يا نيجري مقدشة كم إذا تجورة كم إذا زيلة كم إذا تلك هي حواضر الأمة إخوة الإيمان دي مش يقبو إمام كاسكو أبتر صدا وحور ده شيء ليه بقول سجاشن إيه كودي وحور دنتي تضاب بقول إيه كنتن إيه كودي رحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة الإمام ابن القيم والد كيسو هو هانجري من مامورا أو مامورا دوسي كيا لهالكاس أو رادو الجوزية المدرسة المجاية وحروجري بدوكسيكا سكولكا جامعة الجوزية وحامدركها ابن القيم أبيه ويسمى وحالهما عابا قفكا ماموريا مدرسة بريا قيم قيم المدرسة نكي مدرسة قعنت كهيم ولهذا ولهما عابا ابن القيم ابن القيم أبيبا قيمها ابن المدير ماموريه الجوزية دوكسي الأورنجري الجوزية رحمة الله عليه إمامك ابن تيمية إمامك ابن القيم وأرض ابن تيمية وبضعة من ابن تيمية وفلدة من كبدي لا ابتسوك صباح ابن تيمية والتلميذ النجيب وأرض غوف عن ابن تيمية لها حقوق تخصصي كل العلوم تفسيرك حديثك فقهها سيرائية تاريخها علم أصولها عقائدة إيو لغة عربية ابن حجر رحمه الله وحوص كده يئنو ابن تيمية ابن القيم إنه من هو ابن حجر وأنا قانو نحن الشوافع وحولي كان جريء الجنان قاسبوها قول قلبي سؤالي واسع العلم علمي سبلاري هاي عارفا بالخلاف يقان علماء الوحي يسكو خلافين ومذاهب السلف يسلف كمذاهب تضيقانا وورث علم ابن علم ابن تيمية وحور دحلينا علمي ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه هذا الكو ابن حجر كوهضي وهذا العلم يا هذا الاسكن بها أمها جريء الجنان وقيس النمو الشجاعة لك عالم كبير شجاع نوضه واسع العلم أقوم بالعالم عارفا بالخلاف قفوا هدون الخلاف كأقوم عالمها بس إيش محل يسكو حيا هدون الأقوم وعامة هدو وحي يركي يقاننا وطالب علم هدو إن يركي كرينا ومتعلم لكن هدو يهي عارفا بالخلاف المذهبي ومذاهب سلفي وعقاري إنه مجتهد وعالم نوضي علمي ابن تيمية رحمه الله رحمه الله هو قرأ كتاب يهبضا هو بحي روضة المحبين ونزهة المشتاقين يا الله روضة ومحي وبرتي تذكي واحد جعل واجرنا دفك شكانيه
dadka waxa jecel beerta ay tagayaan jacayl bay ku tagayaan ma aha cabsi iyo argagax iyo say gaaladu mustashriqiintu salaam ka sheegaan laa bixubin bay ku tagayaan caashiq bay ku tagayaan ilaahay bay jecel yihiin rawdat almuxibiin wa nuzhat waa meesha ay u shirshir tagaan dadka raba inay wax arkaan almushtaaqiin jeclaaday ilaahay jeclaaday meeshay kusoo xarugoonayeen ay ku raaxaysanayaan wuxuu qoray kitaab uu bixiyey مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة سعادة هبقة بونيركا راحة فريه لو فرني حكو فرني ساسيان أقش دار السعادة لهم دار السلام رحمة الله عليه وحو خري كتاب يابدا وصيرها رسولك قرأ إسلاحي يعني ومن أفضل ما كتب في السيرة وقال أبعي زاد المعاد في هدي خير العباد زاد المعاد معاد قومها وآخرة سومها صحيح لوقا هذني هكي رأي قالني في هدي هنونك خير العباد الدونك كيو خير بطنا بشر الله ما هذا الكلام حتى عنوان الكتاب يدل على غزارة العلم إنه قفوا كتاب قروا وحفظوا لكن إنه دورت عنوانك أرققعيا وعادي ماها زاد المعاد في هدي خير العباد رحمة الله عليه الإمام حوق على كتابه كبعي الروح روح لك شكينا يا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حوق على كتاب كاملة رحمة الله عليه رحمة الله عليه وحوها قف إلهي مركو عابده صيام لو عابده ابن حجر وحولي وكان إذا صلى صلاة الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار وكان يقول هذه قدوتي لو لم أقعدها سقطت لجوايا رحمة الله عليه حولي كلمة الوحى كلو لقول يا عبد الله مارتي ابن تيمية انت بضل نساق ابن تيمية واتقول احد الله حتى لا يعرف قول هذا من قول هذا كان محور رحي كان محور رحي لغا ما قران كلا انت بضل حلوك رسالك رسالك كي دونو وحي يعني دقيقة وقباها علم الذوق ما علم علم الرواية ما ذوق وقوك رسالك رسالك هل هذا ذوق ابن تيمية أم هو ذوق ابن القيم بطوك على صالي صلى رحمة الله عليهما وحولي مركأ صلاة سبحتو كذا ميش وكتو كذو فريستا إلا أي درارتو كلا درارتو أي كلا أي فقاتو مركأ صلاة حدان سيدا أفريسي ويو راشيكا عني وايو وان دمية قدهن كدمية ابن رجب رحمة الله عليه وحولي كان ذا عبادة وتهجد حوان العبادة بضن سوجين بضن كان ذا عبادة وتهجد ابن كثير وحول رحمه الله وحوها افتقار إلى الله إلهي مؤبه نانجري فقير الانكسار له وحوها ملقف إلهي أججما استجبيا الاطراح بين يدي صرق إلهي تبارك وتعالى على عتبة عبوديته رحمه الله ابن القيم ابن رجب بقى ينوصه النقضي وعولي لم يرى أعرف بمعاني القرآن منه لم أعرف قرآن كمعنيه سكيق عنه لم أعرف سوء قرآن أنا يبارك قاركود سوء قرآن كأولي بغيه هذا نحيا إلهي أقونت أوسي في السن تبارك وتعالى أوسي ابن القيم رحمه الله وحولي همين كي أول تكدو لسو جيدو فائدوين فربضاً بها كجر وقفك مسلمك أو جرى وحول وحا كبدا أسباب صحة كجرى إنو عافمات القف إلى شر وحا كجرى وحيا لك كاعليني عذر هذا مزمك إي قفك وكبكسا وحا كلو كجرى وح قفك كعيني جركة روح ذا إيا قلبك عجيب ابن القيم رحمه الله كتاب كيس الوابل السائب وحكولي ابن تيمية المرء بده صلاة دي صحيح سوى تكنية
وفريستي إلهي بحصي إلا أي دراتي نص نقطة دور كيف سوق لبا كدي بنا وسوي جستي وحول بس فردين ها هذا نسيت أيه وياه وادمانا يا وادعيا بلاي تلبا نقرأ وهذا الكي ابن تيمية وهذا الكي ابن القيم وأرضي هي معلكيسي ومريد يا شيخيسي وقف وحبرانايا حقيقة برانايا يكي حقيقة بري وكي إلهي كوحلي يكي إلهي كوحلي تبارك وتعالى بركة إخواني في الله وكا ابن قيمنا ابن قيمنا ولن نولان دونا ابن تيمير ولن نولان دونا ومن قبلهما عبد الغادر الجيلاني وحانا لن نولان دونا أقوى شودي وحالنا أولاندونا سلوكوي وحالنا أولاندونا علميوي يعملكوي سيارو بدبان في الدنيا والآخرة وانا رمضان شهر القرآن شهر ذكري شهر التزكية لا تضيعه فاسجد واقترب أدبض ما ستهيل رمضان كريم تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير السلام عليكم.